احنا لما نيجي نكلم الرجال ما نقولهمش كده، نقول لهم انت الراجل، انت صاحب الخطوه الاولى، وانت كذا، بس مهدي الطريق للخطوه، مش مقموصه وقاعده ومعصبه لك ستيتا فوق في راسها وجاي. لا، عندك اوبشنات الله عز وجل اعطاها لك، استخدميها، مش عيب. انا انثى، عيشي انوثتك شكلا وكلاما وروحا وسمتا. مش عايزين نقارن وكل مره امل السلام عليكم نورا. مش عايزين كل مره نيجي نقول الجاليه الفلانيه والجاليه العلانيه وفي كل مكان، يعني لولا احنا طلعنا ما كناش اتعاملنا مع وشفنا. الرقة، الكلام الطيب تقبر لي عيونك. انا شايفه بقول لها ايمن عنا. ايوه طبعا، تشوف اللي داخلين على الخط ولسه بنتكلم في الموضوع ده، مش بس السوريات واللبنانيات وجمال الرد، مش الرد، جمال الرد. احنا محتاجين، احنا جمال قوي. لسه كان الدكتور حاجه بيقول انت اصيله، المراه اصيله، وانا اقف معاه واعمل كذا واروح واشوف ابدا واستحمل واشوف وتبقي بصي بتطلعي في عينك واعمل ايه عشان خاطر تساعديه في اللي هو فيه. اه انا مسؤوليات اكتر من اي شعب. تمام، لكن انا عايزه، انا عايزه المشكله مش في الاصابه. ايوه، جمال الرد مش الرد، مش فن الرد برضه، لان فن الرد ممكن اديك رد مسكت مسكت يسكتك يعني تعرفش ترد. لكن لا، انا عايزه جمال الرد. هو القاضي شريح لما اتجوز زوجته كان عشان ايه؟ جمال وذكاء الرد، جمال وذكاء الرد. انا عايزين جمال الردود. لما قالت الجاريه جابت له ميه، قالت لا ده باين عليهم اثر سفر وتعب، هات لهم لبن. جت على الوجيع بقى المعده والبتاع، وخدت بالها ان احنا تعبانين وبتاع. ده الكلام ده، الجمله زي دي زمان مع المراه، يعني لا ده حاجه حلوه. فلا ازوق غمضا رقم ثلاثه، مهيد الطريق له. ما اقول له اخرك العشاء، خلينا العصر العشاء. ما جاش اقول خلاص القاقه فدر، وتبقى شعارنا كده القاقه فدر. ما فيش. طب لما يرجع، وما يرجع يبقى في استقبال، ويبقى في مهيد الطريق. لا ازوق غمضا حتى طريق. اخر حاجه، نواياي معاك. لما تحصل مشكله نواياي معاك. الفكره مش في المشكله، فكرة ان احنا عايزين نكمل، انا وانت احنا عايزين نستمر ونكمل. والاستمراريه وتكمله الامر ابقى شايفه انا وهو في المستقبل مش في الحاضر والمشكله، وعايشين بقى في دايرتها. اصل امك قالت بقى انت جيت عليا خزنتين واختك كذا وهم الناس غاليه عندك وانا لا، وانت بره ومع اصحابك وبتطلع وسايبني وعامل كل القصص دي لها حلول وهنقولها. لكن انا في اصل المشكله. الاربع حاجات دول ما تنسوهمش، ما تنسوهمش، دول نهج. سواء ليه في موضوع ان احنا ما بنرضاش نخلي المشكله، وانا عندي يعني صراحه يعني اقول مشكله ذات شخصيه جوايا، لما اشوف امراه ويجي لي زوج ويقول لي ست شهور، انا والله انا اعمل ايه؟ ما هو يا عم انا مش بتاع الحرام كده، انا خلاص عديت العيب وعديت العمق وخلاص. ست شهور تأدبيه ببعدك عنه. طبعا كل واحده فيكم فاهمه انا بقول ايه. ليه؟ في امور ينفع ان هي ترحل، او حد هنا قال نتغاضى، الله يفتح عليك، لكن في امور لا يمكن. ومعظم الامور 99% اوعي تنامي وزوجك زعلان. ليه؟ عشان هو زوجك. لا تاني، انا بتكلم في الحته اللي تخصنا كحريم المشاعر. زوجك يا بنتي ما انتش في نديه معاه، بالعكس كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. الاصل المراه على دين زوجها، المراه والمراه مش ده مش انتقاص ليكي. نبقى دكاتره واساتذه في جامعه وكلمتها، ولا بتبقى سفيره ولا وزيره وبتاع والكلام ده بره. لكن بقى بص، والله انا اعرف اخت عندها 6 اولاد، انا كنت واخداها قدوه الاخت دي، الله سبحانه وتعالى يكرمها من الصالحين. حامله طبيبه وحامله لكتاب الله وكادر جامعي، ويجي اللي قدامنا يعني هي تبقى كده الساعه 12 وهي مخلصه مثلا حرات، الساعه 2:15 الدكتور جاي، فتتصل حد عندكم مش عارفه ايه جاي، الزبده خلصت حد يجيب لنا مش عارفه ايه وكذا وبتاع. الساعه 2 يجي زوجها وهي كانت لسه في المحاضره معاها وتخلص. مش بقول كذا، طبعا ممكن تجيب حد يساعدها، ممكن امور تانيه.
لما قررت ان هي تاخد قرار شجاع، اولادها بيضيعوا ومش المربيه اللي هتربي، خدت قرار وخدت اجازه. طب تقعد ساكته؟ ما تعرفش ان العالم زي دي ما ينفعش تقعد ساكته. قامت جايه فتحت مقراه قران، هي معاها اجازه حفص من الفجر بعد ما لحد اذان المغرب المقراه شغاله وهي خلصوا حفص ودخلوا على شعبه، خلصوا قاموا جايين فاتحين القراءات العشاء. عيالها حاملة لكتاب الله، يتكلمون اللغة العربية، يعني أريد خبزة. قلت لها ما شاء الله خبزة. طب أنا عايزة أقول ودي الزبالة فين؟ قلت لها سيانة القمامة. عايزة أفكر كلمة الزبالة يا ابني. وفي قلب عندي زوجها، شوفي هي لها شمنة ورنة في قلب الجامعة، رئيسة قسم والله ما بارك وكذا وكذا. وعندي زوجها وأنا اللي بكلمها في التليفون وأنا عارفاها، وإحنا إيه أنتيمات. طب استأذنه، حاضر لما كده وارد عليك. قلت لها يا بنتي ماشي عشان بس اللي بتاع قدامك. قالت لي لا لا ما استأذنه. انت عارفه هي علمتني ايه؟ فوقي، رجع لي النقطه بتاعت فوق، وانا كمان وهي كمان استأذنه، برغم ان هو مديها اذن مفتوح. ولكن ايه، هي لما ترجع له في حاجه كده ودكتور هلا سمير كلمتني وبتاع ومش عارفه ايه، فلا والله لو مين اما استاذنه الاول. احنا عايزين السمت ده، سمت انك تبقي زوجه صالحه وقاعده جوه، مش قلب والغرفه الملكيه في قلب زوجك، انت جوه عينه ما بتتغلطيش لما يحصل حاجه. طب حق، طب ما هو قصه كسر. طب انا هقول لك على حاجه، اصله بصي ما بيقوليش كلمه حب. طب اصل هو، طب ما تعلمي. لا، ما الحاجه ما بتطلبش غلط، دي من المفاهيم اللي قالوها لنا في المسلسلات والافلام غلط. الاهتمام ما بيطلبش. مين اللي قال الكلام على المجانين؟ لا، الاهتمام بيطلب. وانا بشم على ظهري ايه اعرف مها انت بتحب الشوكولاته ولا الايس كريم؟ انت لا ما بتقلش، ممكن يكون مش شايب ما عارفش. زوج من الشباب الحديث الزواج اللي هنا، وفي مجموعه كده بتاع حوالي 20 شاب، اللهم بارك فيهم يا رب يطلعوا صالح كده جمال كده. يقول لي دكتوره انا يعني افرحها ازاي؟ قلت له اسالها، ما تسالنيش اسالها. قالت لي ما انا مش عايزه اعمل. تقول ايه ما انت عشان انا قلت لك. قلت له هاتها لي بقى فاهمها وبعدين اسالها بقى. الاهتمام بيتطلب. هو هيعرف احتياجك ازاي اذا زي انت عبرت عنه؟ بس هي مشكلتنا مع السلفون، مش عارفه مين. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي التعبير.